الدنيا كلها شغاله. يعني احنا بقى طبعا طول الوقت مش هنتنازل على فكره الاجراءات الاحترازيه، ولازم كل واحد ياخد باله، والقصه دي كلها. الاعداد الحمد لله بتنزل، ويا رب تستمر في هذا الانخفاض. إيه كله شغال ما عدا المدارس وما عدا الجامعه، لانه هل في مبرر؟ ما انا بسال حضرتك كمتخصص، انا عارفه ان القرار هيبقى رئيس الوزراء، وعارفه وعارفه وعارفه. هل في مبرر لعدم عوده الدراسه في الترم الثاني؟ سواء بتكلم على مستوى الجامعه او على مستوى المدارس؟ طيب سؤال مهم جدا. حضرتك عدد الطلاب في المدارس والجامعات، الطلاب حوالي 22 مليون. زائد عدد الساده المدرسين والعاملين والعاملات وكل فئات المساعده برضو عده الاف. نعم. هذا القرار، وانا كنت مع السادة السفراء النهارده. ايوه. بيقارن وضعنا بوضعهم في هذه البلد، وبيقارن الاجراءات اللي بيعملوها. نعم. بما فيها برضو اجراءات غلق التعليم او الكلام ده كله. وحتى قال لي ساعتها احنا هنقرر نفتح لو عدد الاصابات قلت عن كذا لكل 100,000 مواطن. يعني مش نسبه، محددين نسبه. نعم. محددين نسبه. نعم. فحضرتك هذا القرار الحقيقه، وانا متاكد من هذا بصفتي عضو في اللجنه العليا، لكن طبعا ده قرار الحكومه والقياده السياسيه في البلد. نعم. ده بيتوقف على عوامل كثيره جدا ومحددات بتدرس، والله صدقيني بكل دقه وامانه. اكيد اكيد. بشده بوضع في الاعتبار مصلحه البلد. نعم. امان ومصلحه الطلاب واهلهم. لان الطلاب قد يكونوا كفئه عمريه شابه، قد يكونوا الاصابات فيهم او التداعيات بتبقى اقل، لكن ممكن يصابوا طبعا. لكن المشكله بس الفكره ست الوزير الفكره في انه مع احترامي لكل الجهات، انتم متخيلين انه الشباب قاعد في البيت، شباب الجامعه، ومتخيلين انه الاطفال قاعده في البيت عشان ما تتعديش. يا فندم الشباب، الشباب ايوه فندم الشباب في ذهب. انا بتكلم على اللي بياخدوا القرار بعوده المدارس او الجامعات او عدم قرار الشباب. الامهات في المولات وفي النوادي بالاطفال وبالولاد، والشباب في دهب وفي الساحل في نويبع وفي كل الاماكن دي. اقصد ان هم واضح ان الشاتنج بتعاني من هذا. لا والله ناس كتيره كلموني اخيرا امبارح بيعانوا من ده، يعني امهات. حضرتك يا فندم القرار في هذا الشان سألتيني عليه. أيوه. في فرق شاسع بين ان خمسه سته يتجمعوا، برضه ده غلط، ويقعدوا في حته واحده من غير يعني اجراءات احترازيه. وفي فرق بين ان ملايين او الاف تتجمع وتبقى نزل ويركبوا مواصلات ويتحركوا والكلام ده كله. تمام. وفي الاخر زي ما قلت لسيادتك، لسه القرار هي بس مش قصه مدارس وجامعات. هي قصه ايضا ان الدوله عامله نوع من تقليل كل الحاجه اللي فيها تجمعات او احتفالات او في افراح او عزاءات، الكلام ده كله فيها حد شديد جدا لتقليل كل هذا. صحيح. انما صحيح. الناس بقى اللي زعلانه ان اولادهم رايحين قاعدين في البلاد والكلام ده كله، كل ده محطوط اجراءات احترازيه. وزي ما قلت لسيادتك القرار في الاخر قرار بيعتمد على عوامل ومؤشرات كثيره أكتر جدا اكتر. صحيح. ويتخذ بحكمه شديده وحرص شديد. الهدف الأول هو حياة الناس وصحتهم ومشاكلهم الصحية. يا رب نخلص من القصة دي إن شاء الله يا